الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره لا أحصي ثناء عليه. أحمده سبحانه وتعالى على ما هيأ لعباده المسلمين من مواسم الخيرات تضاعف فيها الحسنات وتنحسر فيها السيئات وتعظم فيها الأجور، والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً، أرسله الله سبحانه وتعالى ليبشر المؤمنين بالأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم على رسوله ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإنني أشكر الله عز وجل على ما هيأ لنا من هذا الاجتماع المبارك وفي هذا المكان المبارك أمام بيته العظيم المبارك. أشكر الله عز وجل على هذه النعم، النعم التي لا نستطيع أن نحصيها. ثم نشكر إدارة التوجيه والإرشاد وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد الرحمن السديس والتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لما يهتم أو يهم المواطن والمقيم والمعتمر من العلم النافع والتهيئة للعمل الصالح. وكلنا في هذه البلاد خدمة لإخواننا المعتمرين والمقيمين والمواطنين في الأسئلة والأجوبة والمحاضرات. ولذا التوجيه والإرشاد نظم محاضرات متعددة في هذا الشهر وفي الشهر المبارك في شهر رمضان، بدأها الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله أحاديث وآيات الصيام، وتكلم فيها عن الأحاديث والآيات وذكرها في محاضرة سبقت، وهذه المحاضرة الثانية تبشر بقدوم رمضان وتخبرنا ما هو الاستعداد الذي نستعده لهذا الشهر المبارك، ما هو الذي نستعد به. ولذا عنوان هذه المحاضرة قدم رمضان أو جاء رمضان، أو ما هو الذي يمكن أن نستقبل به شهر رمضان. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا جاءه ضيف عزيز كيف يتهيأ له وكيف يستعد له بالفرش والإضاءة والتكريم وما إلى ذلك، فكيف برمضان المبارك؟ الضيف العزيز يأتي مدة ويرحل، هذا الشهر العظيم يأتي مدة من الزمن ويرحل. لكن ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون عاقلا، وإذا قال شيئا يفهمه، إذا قال كلمة يفهمها، وإذا قال قولا يفهمه. نحن نعلم يا إخوان أنه من رحمة الله بعباده أن هيأ لهم المواسم الأرباح، المواسم التي فيها الأرباح. بعض من الناس إذا جاء وقت ربح تجارة يسارعون ولا ينامون الليل فيه لأجل تكثر الأرباح عندهم، لكن نحن نريد الأرباح التي تهيئ لنا الأعمال الطيبة الجنة، تكون سبب في دخول الجنة. فربنا سبحانه وتعالى هيأ لنا أسباب، فرص. العاقل لا تفوته هذه الفرصة، هذه المواسم نوعها ربنا سبحانه وتعالى وأيضا كثرها وميزها. أيضا من أجل هذه المواسم بركة، وأكثر هذه المواسم أجرا، وأعظم هذه المواسم رحمة وذكرا، وأطولها مدة وأكثرها فضلا، ما هو؟ شهر رمضان المبارك الذي مدحه الله عز وجل
وأثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على هذا الشهر وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر إخواني والله إنه فرصة عظيمة لا تفوت إلا الكسالى، لا تفوت إلا الغافلين. هذا الشهر فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهذا خبر من الله عز وجل، وفي كل مكان، وليس في هذا الحرم فقط، وإنما في كل مكان. ليلة واحدة خير من ألف شهر، وهي ليلة مباركة، كما أخبر الله عز وجل أنه أنزل هذا القرآن في ليلة مباركة. ما هي الليلة المباركة؟ ليلة القدر، وليست ليلة النصف من شعبان كما ذكر بعض الناس، وإنما الليلة المباركة هي ليلة القدر، وأيضا ليلة القدر في رمضان. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سبحان الله، فضل عظيم يا إخوان، فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر 83 سنة وأكثر في ليلة واحدة. ينبغي لنا أن نتعب أنفسنا في الشهر كله وليس في هذه الليلة الواحدة لأجل نحصل عليه. بعض الكسالى يقولون: نحن نبحث عنها في العشر الأخيرة ونعمل. لكن لماذا لا تعمل الشهر كل 30 ليلة؟ لا تفوتك، قد تكون في أول الشهر أو في آخره. فاحرص على هذه الليلة المباركة. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أيضا هذه العشر، والرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليها. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الشهر فيه ليلة القدر 83 سنة وثلاثة أشهر، وأيضا هذا الشهر فيه العشر الأواخر التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. في هذا الشهر الكريم فيه الصيام، فيه القيام، فيه تلاوة القرآن، فيه الصيام في النهار والقيام في الليل، يعني كله عبادة. نهاره صيام وليله قيام. لكن ما هو أعظم شيء يعينك أيها الإنسان على الاستفادة من هذه الأيام المباركة؟ ما هو الذي يعينك على أيامه ولياليه؟ حسن الاستعداد، حسن الاستعداد واستقباله وتنظيم أوقاته. وخير معين على ذلك كثرة القرآن واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. إخواني، كيف لا يفرح المسلم وكيف لا يستبشر بهذا الشهر المبارك؟ استعد من الآن، بقي 8 أيام أو 7 أيام، استعد من الأيام لاستقباله بنشاط وقوة. كيف لا تفرح بهذا الشهر وهو شهر مضاعفة الحسنات، شهر رفعة الدرجات، شهر مغفرة الذنوب والسيئات؟ أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. وأخبرك أيضا أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لياليه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا نفرح؟ كيف لا نفرح يا إخوان بهذا الشهر الكريم؟ إذا جاءك ضيف تنظف بيتك، تجهز الأكل والشيء الذي تقدمه قدر استطاعتك، فأنت ما هو الذي تستقبل به هذا الشهر؟
فرحة يا إخوان، فرحة عظيمة. بيوتنا ننظفها كل يوم، لكن قلوبنا أهم من البيوت. ثيابنا ننظفها، قلوبنا أهم. لابد أن ننظف هذه القلوب أيها الإخوة. كيف لا نفرح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. كم أبواب الجنة؟ 8. وغلقت أبواب النار. كم أبواب النار؟ 7. وصفدت الشياطين، يعني حبست وقيدت، مردت الشياطين، يحبسون. فرصة، فرصة لك أن تستعد ما دام أن عدوك، أن عدوك محبوس، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذا هذا الشهر المبارك فترة روحية أو مدرسة لتجديد الإيمان وإصلاح النفوس مع تحقيق التقوى، لأن فيه تتحقق التقوى، فيه امتثال الأوامر لله، فيه تقوية الإرادة. بهذا الشهر الكريم تتحقق الوحدة بين المسلمين، كلهم يصومون في وقت واحد عند طلوع الفجر، ويفطرون في وقت واحد عند غروب الشمس. أيضاً تتوثق أواصر المحبة بين المسلمين وبين الأغنياء والفقراء. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نستقبله أولاً بالحمد لله، نحمد الله أن أحيانا وجعلنا مسلمين ووفقنا للاستعداد له. أيضاً نشكر الله عز وجل كثيراً، ونفرح ونبدأ بتوبة صادقة وعقد العزم على استثمار أيامه ولياليه. نفرح، لكن الفرح بماذا يكون يا إخوان؟ الفرح بماذا يكون؟ نفرح بهذا الشهر، هل نعمل الخيام ونبقى نرقص فيها ونجعل اللمبات ونبقى نرقص ونلعب؟ لا، ليس شهر لعب، ليس شهر لعب، إنما هو تراويح وقيام وصلاة، صلاة تهجد، وسنتكلم على هذا بعد قليل ولله الحمد. أنا مرة حضرت في دولة من الدول وفي أول ليلة من رمضان، الحمد لله المسلمون يفرحون، لكن يختلفون في الفرح، يختلفون في الفرح. ولذا وجدت إخواننا المسلمين كثير منهم ينصبون اللمبات ويجلسون تحت اللمبات، منهم من يلعب، منهم من يرقص، منهم من يغني، والمساجد ما فيها إلا عدد قليل. خطأ، هذا خطأ يا إخوان. لا بد أن يكون عندنا جهد في طاعة الله، كل جهدك في طاعة الله، اترك اللعب، اترك له، وإنما العمل في الليل في طاعة الله، وفي النهار أيضا صيام في طاعة الله عز وجل. ولذا رمضان فترة روحية لتجديد الإيمان وإصلاح النفوس، فيجب علينا أيها الإخوة أن نعقد العزم من الآن على استثمار أيامه ولياليه. كل الأيام والليالي يكون عندك عزم على استثمار هذه الأيام. ولذا هذا الشهر والله إنه فرصة للطائعين للتزود من الأعمال الصالحة، صيام، صدقة، ذكر، وأيضا هو فرحة للمذنبين بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعقد العزم، أن نعقد العزم على امتثال أوامر الله وطاعته عليه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض من المسلمين هدانا الله وإياهم جهلوا حقيقة الصيام، جهلوا حقيقة الصيام، يظنون أن الصيام فقط يترك الإنسان الأكل والشراب وجمع النساء. ليس هذا هو الصيام يا إخوان، ليس هذا كل الصيام، هذا جهل بحقيقة الصيام
وهذا أهون شيء في الصيام، أنك تترك الأكل والشراب وجماع النساء وما إلى ذلك، هذا أهون الصيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للإنسان إذا صام يصوم عن الحرام، كل المحرمات يصوم عنها. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبعض منا تجده صائم وهو يكذب، تجده صائم وهو يشتم أو يسب، تجده صائم وهو يغش. لا لا يا إخوان، الصيام ما يمنعك من العمل في وظيفتك، ما يمنعك من العمل في مسجرك، لكن اعمل بما أمرك الله به، اعمل بما أمرك الله به. وأما أنك تصوم فقط عن الأكل والشراب وتعمل الأشياء الأخرى، لا. هذا الشهر يا إخوان فيه قوة العزم، ليس شهر نوم. بعض من الناس النهار ينام والليل يذهب ويلهو ويلعب، ليس وقت للنوم، وإنما وقت للجد، لا في نهاره ولا في ليله، وقت للجد. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يعلم أن هذا الشهر يجب أن تستعد من الآن أن يكون نقطة تحول وتغيير إلى الأصلح. ألم تعلموا يا إخوان أن انتصارات المسلمين العظيمة كانت في هذا الشهر؟ الانتصارات العظيمة التي سجلها التاريخ، وهي أيضا موجودة عند الكفار يدرسونها في المدارس الحربية، الكليات الحربية يدرسون هذه الانتصارات وأيضا السياسات التي يعملونها. غزوة بدر أو معركة بدر كانت في ماذا؟ في رمضان، كانت في رمضان. فتح مكة كان في أي شيء؟ معركة حطين، معركة عين جالوت، أيضا فتح الأندلس، كل هذه كانت في رمضان. وكثير اقرأ تاريخ المسلمين، فتاريخ المسلمين يا إخوان في هذا الشهر فيه الجد وفيه تربية الأمة على الجد، وأيضا تتربى على قوة الإرادة وعلى قوة العزيمة، يكون عند الإنسان قوة عزيمة وإرادة. حتى أن بعض من الناس عنده كسل لا يحافظ على صلاة الجماعة، مع أنه يعرف أن فضل صلاة الجماعة عظيم، لكن عنده كسل. الكسل ليس للمؤمن، الكسل للمنافقين، وصفهم الله بالكسل. أما أنت أيها المؤمن إذا ناداك ربك 5 أوقات اختبار يومي، لا بد أن تذهب إلى الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى مدح الرجال الذين يصلون في المساجد لله عز وجل في بيوت، أيوة، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لم يقل نساء، رجال. ولذا يا إخوان هذا الشهر لا بد أن يكون عند الإنسان قوة إرادة وقوة عزيمة وإخلاص في عمله وفي وظيفته وفي المعاهدات التي يعاهد غيره عليها، لا بد أن يكون عنده قوة وعزيمة في ذلك وقوة إرادة. وديننا دين الإسلام يا إخوان دين القوة والإرادة. ولذا ولله الحمد بعض من الناس يقول سبب محافظة على صلاة الجماعة هو الصيام، لما جاء الصيام وعرف كثرة الفضل في صلاة الجماعة ربنا سبحانه وتعالى وفقه للمحافظة على صلاة الجماعة. بعض من الناس يقول حاولت بكل الوسائل أنني أترك التدخين، ما استطعت، لكن لما جاء رمضان بدأت أتركه قليلا قليلا، ما جاء يوم 14 من رمضان
إلا وقد تركته نهائيا. فالمهم يا إخوان، كل هذه المحرمات لا بد أن يكون الإنسان عنده عزيمة، لأنه يريد المحافظة على نفسه، يريد المحافظة على أوامر الله عز وجل، يريد المحافظة أيضا على طاعة الله وطاعة رسوله، ويعلم أنه في هذه الدنيا مكلف وأنه مراقب، معك ملائكة يكتبون ما تقول وما تفعل. فأحسن عملك وأحسن قولك وأبشر بالخير. هذا الشهر الكريم يا إخوان، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة به، كان في آخر ليلة من شعبان كان يبشرهم ويقول: أظلكم شهر كريم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر لابد أن يكون عند الإنسان يا إخوان عقد عزيمة، يكفر من العبادة، أكفر من العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل جبريل عليه في هذا الشهر ويدارسه القرآن. هل اجتمعت أنت وأهل بيتك تقرؤون القرآن في وقت من الأوقات، في كل ليلة أو بعد العصر تقرؤون؟ هذا يقرأ حزب ونصحح له، هذا يقرأ الحزب الثاني ونصحح له، هذا يقرأ الحزب الآخر ونصحح قراءته. هل تجتمعون فيها؟ جبريل أفضل الملائكة الذي ينزل بالوحي على الرسل كلهم، وهو أيضا عظيم، ومدحه ربنا سبحانه وتعالى، له 600 جناح. الله سبحانه وتعالى خلقه في العظمة شيء عظيم. هذا جبريل ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام ويدارسه القرآن. ولذا في السنة التي توفي فيها رسول الله نزل عليه مرتين يدارس القرآن. فينبغي أن نأخذ بهذا سنة يا إخوة، نستفيد منها مع أهلنا وأولادنا، نتدارس القرآن، نتدارس القرآن، نجتمع ونتدارسه، أيضا نتدارسه مع إخواننا في المساجد من بعد صلاة الفجر، نجلس ونتدارس القرآن الكريم. بعد صلاة التراويح نجلس قليلا ونتدارس القرآن الكريم. وهكذا ينبغي أن يكون يا إخوان مدارسة القرآن الكريم. هذا الشهر الكريم أيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من الصدقة في كل وقت، ولكن في رمضان كان أكثر، يكثر من الصدقة والإحسان. ولذا ينبغي أن تحسن على أولادك وتحسن لجيرانك ولو بالكلمة الطيبة والنصيحة. النصيحة مهمة يا إخوان، النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أغلى شيء تقدمه لأخيك المسلم، أحسن من الأكل ومن الشراب تقدم له النصيحة. وأيضا أكثر من تلاوة القرآن، لا تمل من قراءة، كلما قرأت حرف واحد لك حسنة واحدة 10 حسنات، فضل عظيم يا إخوان. وفي أي وقت، ما في وقت نهي لقراءة القرآن، أي وقت اقرأ القرآن وأنت تقود السيارة، اقرأ القرآن وأنت راكب الأتوبيس، اقرأ القرآن وأنت على جنبك مضطجع، يعني اقرأ القرآن تكثر من الحسنات. تختم القرآن ربما يكون لك أكثر من 2,000,000 حسنة، فأكثر من قراءة القرآن الكريم. لكن قد يقول إنسان: أنا لا أقرأ ولا أكتب. اقرأ ما تحفظه من القرآن الكريم، ولو تقرأ ولو لم يكن عندك من القرآن إلا الفاتحة، لأن كل مسلم لا بد أن يعرف الفاتحة لأنها ركن في الصلاة. أو عندك سورة قل هو الله أحد، أو قل أعوذ برب الناس، أو قل، كررها فإنها حروف، وكلما كررت حرفا يكون لك 10 حسنات. ألف لام ميم، كم حرف؟ 3 حروف ب30 حسنة، يعني تأتي بها في أقل من ثانية. ولذا ينبغي لك أيها المسلم أن تكثر من قراءة القرآن الكريم، تقرأه، وخاصة إذا كنت
تأخذ المصحف تقرأه على طهارة، تتوضأ وتقرأه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بالقرآن الكريم. إذا أراد الإنسان أن يقرأ يتوضأ ويستقبل القبلة ويتسوك ويطهر فمه من الروائح ويقرأ القرآن الكريم. فينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن ويقرأه بتدبر، يقرأه بتدبر، ويكثر من قرآنه من قراءته في كل وقت، وخاصة في شهر رمضان أيضا يكثر من المحافظة على صلاة الجماعة ومن صلاة النوافل. وأيضا في القرآن في شهر رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن عمرة في رمضان تعدل حجه. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يجتهد في العبادات في رمضان أكثر من غيره. المهم يا إخوان، نحمد الله عز وجل كثيرا ونشكره كثيرا أن هيأ لنا فرصة رمضان المبارك في أيامه ولياليه، وينبغي لنا أن نجدد العزم ونعاهد الله عز وجل على التوبة والندم والإقلاع عن المعاصي، لأن كل إنسان إخوان لا يدري هل يدرك رمضان، هل يدرك كله أو يدرك بعضه أو لا يدرك العام الماضي. فما دام أنها فرصة الآن وجدت، جدد العزم وابدأ، ابدأ حياة جديدة، لأن الصيام كما أخبر الله عز وجل يحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا، انظروا الله يناديكم باسم الإيمان، باسم الإيمان لقب حبيب، لقب طيب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تتقون. ما معنى لعل؟ أيوة، من الله عز وجل للتحقيق. إذا قال الله لعل فأنك إذا صمت الصيام الصحيح فإنك تتقي، تكون من المتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفذون أوامر الله ويتنبون نواهيه، هؤلاء هم المتقون. لكن يجب أن تعلم دائما دائما، اجعلها يا إخوان الأسئلة فقط في الموضوع، الأسئلة في موضوع الصيام، غير موضوع الصيام لا نريد أسئلة، وإنما في الصيام فقط. وأنتم تعلمون أن هناك بعض عدد كبير من المفتين ينتظرون الأسئلة فقط، لكن ينبغي لنا يا إخوان أن نعلم أن الصيام يتحقق بصوم الجوارح، تمتنع عن الأكل والشراب وتمتنع عن الشهوات. لماذا؟ اختبار من الله عز وجل، منعك عن الحلال، هذا حلال، الأكل والشراب حلال لك تأكله في كل وقت، لكن منعك وقتا معينا، هل تنفذ الأوامر أو لا تنفذ؟ فيتحقق الصيام بصوم الجوارح، ما تأكل ولا تشرب حتى يؤذن المغرب، وأيضا جوارحك كلها، يدك رجلك لا تمشي إلا في طاعة الله، أيضا عفة اللسان، احفظ لسانك، غض البصر، البعد عن الحرام بكل الوسائل. افرح بهذا الموسم، افرح بهذه الفرصة المناسبة، وقل كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما إيش؟ مما يجمعون. فرح سرور يا أخوان، فرح سرور روحي، فرح سرور روحي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في أحاديث كثيرة أن هذه الأمة المباركة خصصت بخصال لم تكن في الأمم السابقة،
الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان، يعني تحصلها في غير رمضان، خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من الأمم: رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأيضا ربنا سخر الملائكة أن يستغفروا للصائمين حتى يفطروا، وربنا يزين كل يوم جنته، والجنة موجودة، ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين ويغفر لهم في آخر ليلة. أشياء عظيمة يا إخوان، أشياء عظيمة لا تفوت إلى الكسالى، ندع الكسل جانبا، ولذا نبدأ حياة جديدة في امتثال أوامر الله، ونقهر الهوى، ويكون عندنا قوة إرادة. الشيطان يا إخوان، الشيطان حريص على أن يضلنا، وإذا لم يستطع أن يضلنا يحرص أيضا أن يقلل أجورنا، تقول أجورنا ضعيفة. بعض من الشباب هداهم الله في الليالي أو في الأيام يتجولون في الشوارع والأسواق ويستقبلونه كأنه فرصة للنوم والكسل في النهار، وفي الليل اللعب يلعبون، يقولون نحن نضيع الوقت. الوقت من ذهب يا أخي، أنت مسؤول عن وقتك، لا بد أن تستفيد من وقتك، ما دام أن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. مهما عملت من عمل قليل تجده، مهما عملت من عمل شر تجده، فأكثر منه. ولذا يا إخوان، اللهو واللعب وضياع الأوقات والكسل عن طاعة الله لا يليق بأمة الإسلام. السلف الصالح، الصحابة والسلف الصالح والتابعون كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. ولذا يقول الزهري رحمه الله: رمضان شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان السلف إذا دخل رمضان جلسوا في المساجد ويقولون: نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. ولذا هذا الشهر الكريم فرصة لكل مذنب للإقلاع والندم ومحاسبة النفس، ولذا هو مدرسة الصبر، مدرسة التحمل، مدرسة قوة الإرادة. فينبغي لنا يا إخوان أن نعمل بوصية رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيد المرسلين، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين، كان يستحث عزائم الصحابة ويريد أن يشرح صدورهم للإقبال على طاعة ربهم ويشوقهم ويرغبهم. كما قلت لكم قبل قليل في آخر ليلة من شعبان: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ألف شهر. ماذا قدمت يا عبد الله لنفسك في هذا الشهر الكريم؟ استعد من الآن، استقبله بالعمل الصالح، استقبله بالشكر، استقبله بالتوبة والفرح والجد في استثمار أوقاته بطاعة الله عز وجل، من صلاة وصيام وقيام وصدقات وذكر وقرآن. لا موسم للبطالة، لا موسم للكسل، لا موسم لله والنوم، لا موسم للغفلة والإعراض عن ذكر الله، لا لا. ولذا ينبغي لكل واحد يا إخوان أن يحرص على صالح نفسه، وأن يكثر من الأعمال الصالحة، وعلى تربية أولاده.
يحفظ أولاده ويربيهم على طاعة الله ويعينهم على طاعة الله، لأن الشباب بحاجة إلى أن يكون هناك تربية حولهم من والديهم ومن المسلمين أجمعين، وأيضاً من الآخرين من أهل العلم أيضاً يكون هناك نصائح وتعاون على الشيطان وأعوان الشيطان. فينبغي أن نعقد العزم على الأمور التي شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعقد العزم عن الابتعاد عن المحرمات مهما كثرت. الآن يا أخوان أعداء الإسلام يحاولون إضعاف المسلمين بشتى الوسائل، ولذا ترون أنهم يشيعون تعاطي المخدرات في كل مكان، ولعلكم تعلمون أن المخدرات تعاطيها حرام، وقد أفتى علماؤنا في هيئة من هيئة كبار العلماء أن تعاطي المخدرات حرام، وأن المهرب ليس له جزاء إلا القتل، يقتل. وأما المروج وغيره فإنهم يعذرون ويحبسون ويجلدون ويكون هناك غرامة، وإذا تكرر أيضا يعذر بالقتل. فالمهم نمنع إخواننا ونكون عونا على دولتنا على محاربة هذه المسكرات وهذه المخدرات، ونبتعد عنها. ولله الحمد عندنا في دولتنا مكافحة المسكرات والمخدرات. إذا كان ولدك لا تستطيع أن تمنعه أخبر المسؤولين، وعندنا ولله الحمد إذا أخبرتهم في هذا المتعاطي مسكين لعب عليه الشيطان، لكن آخر نهاية يكون هناك ربما يكون مروج وربما يكون أيضا موزع، فأنت منعه إذا لم تستطع أخبر به الدولة. الدولة وضعت مستشفيات لعلاج هذه الظاهرة الخبيثة. المهم احرصوا على أولادكم في طاعة الله عز وجل، واعلموا يا إخوان أن رمضان موسم تجارة. تجارة مع من؟ والله تجارة رابحة، تجارة رابحة. نحن في هذه الدنيا تجارنا أحيانا يربحون وأحيانا يخسرون، لكن فيه مواسم للتجارة فيها ربح ربما يكون 90% أو 30%، لكن هذه التجارة مع الله رابحة 100%، رصيد لك ينمى عند الله وليس عند أحد من المخلوقين، ما يمكن أحد يعتدي عليه. فرصة عظيمة لرفع الدرجات وتكفير السيئات. ولذا قال بعض العلماء رحمهم الله: القلوب بحاجة إلى تنظيف، بحاجة إلى تصفية، بحاجة إلى أن الإنسان يتعاهدها أكثر من تعاهده لجسده. ولذا قالوا دواء القلوب في 5 أشياء. هل تريد أن تعالج قلبك؟ فيه 5 أشياء. ما هي؟ قراءة القرآن بتدبر، اقرأ الآية وقف عندها، ما معنى هذه الآية؟ إذا لم تفهمه ارجع للتفسير أو اسأل أهل العلم ما معنى هذه الآية. وأيضا يقولون من دواء القلوب خلو البطن، أن يكون البطن خالي، هذا أيضا علاج للقلوب، علاج للقلوب. وأيضا من دوائها قيام الليل، قيام الليل من دواء القلوب قيام الليل. وأيضا من دواء القلوب التضرع والدعاء عند السحر، ومن دواء القلوب مجالسة الصالحين أمثالكم. مثل هذه المجالس المباركة تحاول أن تحضرها، ترقق القلوب، تنبه الغافلين. ولذا ينبغي لنا يا إخوان، ينبغي لنا أن نفرح وأن نبشر المؤمنين بقدوم وقرب هذا الشهر المبارك. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان؟
ولذا ربنا سبحانه وتعالى اختص بأجر الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذا ينبغي أن نعلم إذا كان للدنيا أسواق وإذا كان للدنيا مواسم يستغلها أرباب الأموال بغية الأرباح فإن الربح الباقي للآخرة الباقية أسواقاً ومواسم يفوز فيها العاملون ويخسر فيها الغافلون. هذا الشهر الكريم ذنوب مغفورة، درجات مرفوعة، حسنات مضاعفة، دعوات مستجابة. ولذا هذا الصيام يا إخوان اختاره الله من هذه الأزمان ومن هذه الأشهر موسم للطاعات. والصيام سر، الصيام يا إخوان سر بين الخالق والمخلوق. يعودك على أنك تراقب الله عز وجل في جميع أعمالك. ما دام أنك تراقب الله في صيامك ولو كنت في غرفة مقفولة ما أحد يراك، ما تأكل ولا تشرب، تقول الله يراني، الله أمرني بالصيام. كذلك جميع الأوامر والنواهي إذا جاءتك لابد أن تعمل بهذه الحقيقة وهي التقوى، تخاف الله. أوامر الله كلها لابد أن تراقب الله سبحانه وتعالى فيها سر. هذا الصيام سر، فأنت اجعل هذا الصيام في كل العبادات يحقق درس الإخلاص. إذا صمت تعلم أن الله الذي أمرك بالصلاة يراقبك وينظر إليك. إذا كنت في وظيفة أو عمل ما تنتظر أن أحد يراقبك وينظر إليك، لكن تعلم أن الله أمرك بالإخلاص وأمرك بحسن العمل، أنت تعلم السر بينك وبين الله عز وجل. ولذا المسلمون في كل مكان يعلمون أن الله ينظر إليهم وأن الله يسمع كلامهم وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم. إن عملوا قليلا أو كثيرا يجدونه، لكن إن عملت خيرا الله يضاعفه، إن عملت شرا الله يجازيك بمثل الشر الذي عملته، فقط لا يزيد عليك عذاب ما عملته، لأن الشر ما كسبت يديك تحاسب عليه فقط. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان في هذا الشهر أن يتعلم درس الإخلاص. ما دام أن هذا الشهر فيه تغفر الذنوب، تكفر السيئات، تزداد الطاعات، فيه المغفرة والرحمة، فيه ليلة القدر كما يسمونها أم الليالي ليلة القدر. نزل في هذا الشهر الكريم القرآن، نزل هذا القرآن شفاء للقلوب، وهو أيضا شفاء للأبدان، وفرض أيضا في هذا الشهر الصيام. ولذا كما قلت لكم قبل قليل يا إخوان، أهون الصيام ترك الطعام والشراب. لابد أن تترك جميع المحرمات، تجتنب جميع المحرمات، وتبدأ بعمل الصالحات. تبدأ بعمل الصالحات، وعمل الصالحات ولله الحمد كثيرة، وكلها لمنفعة نفسك، تعينك على رضاء الله عز وجل. فالمهم أيها الإخوة، نستقبل هذا الشهر وانظروا ماذا قال العلماء رحمهم الله وماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، وأنه شهر مبارك. صحيح مبارك ولا لا؟ نعم مبارك، وموسم أرباح وليس ربح واحد، لأنه تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. ولذا ورد أنه شهر أوله رحمة
وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا الشهر فضائله عظيمة جدا. أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا زيادة في أعمالك. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار وكان له مثل أجره. فضل عظيم يا إخوان. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم أن هذا الشهر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت مصدق أن الله موجود وأن الله فرض عليك الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. صدق أن الله فرضه عليك إيمانا واحتسابا تطلب الأجر من الله عز وجل. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان في الأجر كمن حج. فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة. ما معنى جنة؟ وقاية من الإثم وأيضا وقاية من النار. وقاية من الإثم ووقاية من النار. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما دام أن الصوم جنة، أن الصوم وقاية، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا تأتي بمعاصي أبدا، ولا يصخب حتى تكون مؤدب حتى في بيتك، ما فيه صياح، ما فيه رفع صوت، ما فيه سب، وإنما أدب. وإن حتى لو سابك أحد أو قاتلك تقول: إني صائم. آداب يا إخوان، يعلمنا ربنا هذه الآداب حتى بعد هذا الشهر وهذه المدرسة تتخرج من هذه المدرسة بهذه الآداب المباركة. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. ولذا أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيه بشارة جميلة يا إخوان من الرسول، فيه بشارة جميلة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي البشارة؟ يقول: للصائم فرحتان يفرحهما. متى يفرح الصائم يا إخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك أن الصائم له فرحتان. ما هي الفرحة؟ ما هي الفرحة؟ فرحة عند فطره. عند الفطر ليس فرحة واحدة وإنما فرحتين، وأيضا فرحة أهم وهي عند لقاء ربه. أما الفرحة عند الفطر فيفرح بنعمة الله عليه بالصيام: الحمد لله صمت هذا اليوم ولم أكسب فيه إلا خير. والنعمة الأخرى أباح الله له الأكل والشراب والنكاح. لكن الفرحة الأخرى التي بشرك بها رسول الله عند لقاء ربك، يفرح بما يجده الإنسان من النعيم المقيم في الجنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن في الجنة بابا يقال له الريان.
يدخل منه الصائمون لا يدخله غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يفتح لغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فأهم شيء يا إخواني هذا الشهر العظيم وهذا الصيام العظيم، لا بد أن نحفظ الصيام، نحفظه بأي شيء من النواقض ومن النواقص، ما ننقصه، نصوم صوما كاملا، نحفظه من اللغو، ما فيه كلام بدون فائدة، لا بد أن تتكلم بكلام مفيد وإلا لا تقول شيء، نحفظه عن اللغو، نحفظه عن الرفث، نحفظه عن الكذب، الكذب يعني الزور كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، الزور يعني كل قول محرم، وأيضا عمل الزور كل عمل محرم، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يقول جاهل يسب هذا يشتم هذا يصيح مع هذا، يقول الله عز وجل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يحفظ صيامه رب صائم ليس له إلا الجوع والعطش، نسأل الله العافية. فيجب عليك أخي المسلم وأختي المسلمة أن نجتنب الكذب والغش والخيانة، نجتنب الغيبة والنميمة، نجتنب كل شيء محرم وكل فعل محرم، فإن هذه منقصات الصيام. ولذا نقوم بما أوجب الله علينا من الصلاة في أوقاتها وأدائها مع الجماعة والنصيحة، لا بد يا إخوان أن نحافظ على صلاة الجماعة وخاصة صلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة التراويح وهي قيام رمضان، لكن سميت تراويح لأنهم كانوا كلما صلوا 4 ركعات كانوا يصلوا 2 ركعتين ويستريحون، ويصلون 4 ركعتين ويستريحون، يصلون هذه الركعات ويستريحون فيها. ولذا إذا صلى الإنسان التراويح يأتي الشيطان ويحاول إشغال الإنسان، إما إمام وإما مأموم، نسأل الله العافية. فينبغي أن نصلي التراويح بطمأنينة وخشوع وحضور قلب، لأنها صلاة لا مجرد حركات، والمقصود من هذه الصلاة التعبد لا سرد ركعات. يعني كثير من الناس هدانا الله وإياه يتهاونون بهذه التراويح، سواء كانوا أئمة أو غير أئمة. الأئمة يسرعون، يقول نحن نريد راحة المصلين فيسرعون في الصلاة، لا، راحة المصلي يا أخي أكمل له صلاته لأجل يحصل على كثرة الأجر. أما إنسان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويقرأ قليلا، ولا، لا بد أن يكون هناك طمأنينة في القراءة وفي الركوع وفي السجود، لا ينبغي للإنسان أن يخل بشيء من الواجبات أو بشيء من الأركان، لا بد أن يأتي بها. فبعض من الناس أيضا يتذكر شغل وهو يصلي، ويصلي مع الإمام 2 ركعتين ويمشي، لا، أنت إذا كنت مأموم تابع الإمام واحرص على الصلاة مع الإمام. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرك أنك إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، يمكن تصلي مع الإمام 1 أو 2 ساعات وبقية الوقت تكون نايم في البيت، يكتب لك قيام الليلة كلها. فأنت إذا صليت مع الإمام أكمل الصلاة معه حتى يوتر، حتى يوتر، حتى إذا كنت من الناس الذين يقومون آخر الليل
تصلي ركعتين ركعتين وما شئت بدون وتر، لأن الوتر لا يعاد مرة ثانية. إذا أوترت مع الإمام هذا هو الأولى، وصليت بعد ذلك صلي ركعتين بدون أيضا وتر. والصلاة التراويح بعد ما يتفق عليه الجماعة، إن صليتم يا جماعة 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة أو 39 ركعة، كل هذا جائز، وكله جاء به تكلم فيه العلماء رحمهم الله. ولذا كما كان في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانوا يصلون 39 أو كانوا يصلون 23. فالمهم لا تتحجروا واسعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل تراويح مثنى مثنى، صل 12 11 13 23 36 39 وما إلى ذلك. أما أن تقول الذي يصلي 23 على خطأ هذا غير صحيح. إذا كنت تقول الذي يصلي 11 هذا على خطأ غير صحيح. وإذا اتفق الجماعة على شيء فإن هذا هو المطلوب. ولا بد يا إخوان أن تعلم، أن نعلم علم اليقين، أن الإنسان مطلوب منه الصيام ومطلوب منه القيام. وأنتم تعلمون أن الإنسان في هذا الشهر الكريم يمكن أن يصوم، يمكن أن يصوم في هذا الشهر الكريم. والذي ورد أن له إذا انتصف الشهر لا تصوم هذا غير صحيح. فأنت يمكن أن تصوم، لكن كما أخبر الرسول لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، وخاصة يوم الشك. لكن إذا كان لك عادة في صيام الاثنين أو الخميس، أو ما تمكنت من صيام الثلاث البيض، أو كان عليك قضاء، فإنك تصومه ولو في آخر اليوم من شعبان، هذا جائز إن شاء الله. ولذا الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، ذكرا كان أو أنثى. الأنثى ليست حائضا ولا نفسا، وإنما إذا جاءها الحيض أو النفاس فإنها تفطر وتقضي. أما الكافر فلا يصوم. الصغير الذي لم يبلغ إن كان لا يشق عليه الصيام فإنه يؤمر به لأجل أن يعتاده. ونحن نعلم يا إخوان أن بعض من الناس يبلغ ولكنه أهله يقولون ما زلت أنت صغير، ما أنت لا تستطيع الصيام أو أنت مشغول. لا، لابد أن نعرف يا إخوان علامة البلوغ. البلوغ له ثلاث علامات للذكور، والأنثى تزيد علامة رابعة. يعني إذا أتم للذكر أو الأنثى 15 سنة هذا وجب عليه الصيام، وجبت عليه كل التكاليف. أو أن الإنسان إذا نبتت عانته أو أنزل منيا باحتلام أو غيره. وأما الأنثى إذا جاءها الحيض فإن هذا دليل البلوغ. لكن الإنسان إذا كان كبيراً في سنه وليس له عقل، كما يسمون المهذري، الرجل الذي يهذري، هذا لا يلزمه صوم ولا إطعام ولا طهارة ولا صلاة وما إلى ذلك. لكن الذي يعجز عجز كلي دائم، مثل كبير والمريض مرضاً لا يرجى بطئه برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكيناً. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف وندرس من الآن ما هي مبطلات الصيام، ما هي موجبات الصيام، ما هو الشيء الذي إذا فعلته ينقص أجرك. يعني حافظ على صيامك، حافظ على جميع ما أمرك الله به، وكن عبدا صادقا صادقا في كل الأوامر التي أمرك الله بها أو أمرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى ذكورا وإناثا. شهر رمضان ينبغي أن نستعد له ونهيئ أنفسنا
للاستعداد له، ونعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الخير، فلا بد أن نغتنم الفرصة قبل فوات الأوان. ربما أن الإنسان يقول أنا سأصوم أنا سأعمل، وهو لا يدري متى يموت متى يفجأه الموت. وكل واحد يعلم أيها الإخوة أن الله أوجده في هذه الدنيا ليختبره. الله يختبرك أحيانا بالفقر، أحيانا يختبرك بالغنى، أحيانا يختبرك بالمنع من الأكل، أحيانا يختبرك بالأكل، أحيانا يختبرك بالاختبارات كثيرة. وربك خلقك في هذه الدنيا ليختبرك. هذا الصيام من أهم الاختبارات، لكن أيضا فيه أجر عظيم إذا فعلته، فيه أجر عظيم. وينبغي كل واحد يا إخوان أن يقدم لنفسه. الله يقول قدموا لأنفسكم. أنت يوم من الأيام والله لا ينفعك مال، لا ينفعك ولد، لا ينفعك جنود ولا قبيلة، حتى أقرب الناس إليك يدفنونك في حفرة ويرجعون. مالك الذي جمعته طول حياتك ما ينفعك ما دام أنك في قبرك، انتهى الأمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فأنت أحسن العمل واغتنم الفرص والتجارة مع الله عز وجل. ولذا تعلم، تعلم يا إخوان، واقرأ. إذا أردت عمرة تعلم أحكام العمرة، إذا أردت الصيام تعلم أحكام الصيام، وما هو الذي يكمل الصيام ويجعله كامل، وما هو الذي ينقصه وتبتعد عنه. ولذا ينبغي أن نعلم أن مبطلات الصيام قليلة جدا، ولكن ينبغي الإنسان أن يعرفها، وهي أهم شيء يبطل الصيام الجماع. جماع الزوجة هو الحرام، ولذا هو أعظم المفطرات، وفيه الكفارة المغلظة. إذا حصل في نهار رمضان فيه كفارة مغلظة. ما هو؟ عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الشيء الثاني المفطر إنزال المني باختياره، أما إذا كان باحتلام لا يضر الصوم. المفطر الآخر الأكل والشرب. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغذية. والخامس إخراج الدم بالحجامة. والسادس القيء متعمدا. أما إذا جاءك القيء غير متعمد فإن صيامك صحيح. لكن هذه المفطرات الستة لا يفطر فيها الصائم إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا. وأما السابع من المفطرات فهو خروج دم الحيض أو النفاس. لو خرج دم الحيض والنفاس قبل المغرب بدقيقة أو دقيقتين بطل الصيام وعليها القضاء. فالمهم أيها الإخوة أن نهتم بالصيام، ونعلم أن الصيام جنة. وإذا تجرأ الإنسان على المحرمات أو تهاون بالواجبات نقص أجره، فلا بد أن يكمل صيامه عن كل لغو ورفث كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي لنا يا إخوان أن نهجر الأسواق، لا نذهب للأسواق ولا التجول ولا، وإنما عملك وبيتك. ونعمر بيوتنا بكثرة قراءة القرآن الكريم. ولذا أفضل الليالي وخاصة ليلة الليالي العشر، بعض من النساء والناس يملؤون الأسواق. لا، اترك الأسواق. الأسواق يا إخوان هي محل الشياطين، الشياطين تتجمع في الأسواق، فلا يخرج الإنسان للأسواق إلا لحاجة. وأما محل المساجد بيوت الله هي مأوى الملائكة، فاذهب للملائكة واعمر بيتك بقراءة القرآن والصلاة، فتكون فيه الملائكة ويكون فيه الخير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للاستعداد لهذا الشهر المبارك، ونهيئ أنفسنا بتوبة نصوح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.